اهلا بالمشاهدين، نواصل مدنا المباشر والحي. شكرا زميلنا عبد الحميد اللي جانب اخر من الرياضه واهتمام العالم اجمع بمونديال قطر 22-20. حقيقه كره القدم اكثر من مجرد لعبه، ادمت قلوب المتيمين بكره القدم لكثير من المنتخبات اللي كانوا عايزين منتخباتهم من تصل لمراحل متقدمه وتصل للنهائي. اذا مع الاربعه الكبار نتحدث صباحا مشاهدينا، ايضا في الدوري المحلي مع الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي سالم سعيد. صباح الخير. صباح الخير عليك، صباح الخير على المشاهدين. اهلا بك سالم. خلاص يوم الاحد حيكون النهائي، ولكن قبل الاحد بتسبق مباراه تحديد المركز. بالامس كان امال عريضه، والاعلام العربي تحدث والاعلام الافريقي والمغربي عن انه منتخب المغرب هو ما خسر، هو انتصر، لانه لاول مره يصل لمنتخب عربي او افريقي يصل لهذه المرتبه. تحليلك وقراءاتك على مجمل مباراه في ملف مباراه المغرب وفرنسا بالامس. نعم، هي طبعا مباراه صعبه كما كان متوقع، والامر الذي خلط حسابات المدرب وليد الركراكي هي ان هناك هدف مبكر اتى للمنتخب الفرنسي، والمنتخب المغربي لاول مره يتاخر في النتيجه، وهو امر لم يعتاد عليه المنتخب المغربي في البطوله. اعتقد دي واحده من الاشياء الصعبه، ان المنتخب المغربي لو كان قد تاخر في النتيجه في احد مباريات مرحله مجموعات مثلا كان يمكن ان يعتاد على هذا الامر، لكنه ده الامر ده واحده من الامور التي ادت الى اقصاء المغرب من البطوله. وليد الركراكي غير خطه اللعب امام المنتخب الفرنسي، ودي واحده ايضا من اسباب الخساره. كاس العالم يعني قدموا اداء رائع في النهايه، شعر بانه المجموعه دي مجموعه مميزه. اللعيبه من اجل ميسي، نحن سنقاتل من اجل ميسي، كل هذا الحديث لماذا؟ هؤلاء اللاعبين هم لعيبه صغار، كانوا حتى الغريب الغريب يعني في وقت غريب بيتحدثوا بانه ميسي هو غدوتهم، فالان هم يلعبوا مع شخص اكبر من ميسي 35 سنه. صحيح. معظمهم 21 و22، فهم لعيبه صغار بيشعروا بانهم بيلعبوا مع استاذهم. فمن هنا جاء انه اللعيبه ديل بيحبوا ميسي، الكره كافأت ميسي. انا اعتقد يعني الراي في ميسي لا يتغير بهل هو تالق في احرز كاس العالم او لم يحرز كاس العالم، بادائه بروعته بتاريخه بالمستوى اللي قدمه. في نجوم وصلوا الى كاس العالم، كرويف، بوشكاش، غيرهم ما احرزوا كاس العالم، روبرتي باجيو وغيرهم. القيمه ما بتجي في بطوله واحده، لكن لانها البطوله الاكثر جدل، البطوله اللي جابها مارادونا من قبل، وهي البطوله اللي بتخضع ميسي لمقارنات مارادونا 86. هل ميسي يقدم في 2022 ما قدمه مارادونا في 86؟ دي هي الامور اللي جعلت يعني ميسي يشعر بانه فعلا الكره كافاته بوجود منتخب ارجنتيني مميز تمكن من خلاله بانه يقوده للوصول الى المباراه النهائيه. انا في تقديري ميسي بشكل كبير جدا حسم جائزه افضل لاعب في المونديال الحالي. يا سلام. حتى لو الارجنتين لم تتوج باللقب. نعم. طيب نجي للجانب الدوري المحلي وقراءاتك في ملف الهلال والمريخ. الهلال بالامس حقق انتصار، هو الحادي عشر له على التوالي. يعني انا اعتقد برضه نتحدث عن نقطه مهمه جدا، لجنه البرمجه بالاتحاد السوداني لكره القدم مصره بوضع المباراه المحليه مع المباراه العالميه، وان كان في وقت اقل. يعني اعتقد ده امر يعني شويه غريب، يعني خط المباريات مع تزامن مع او غريبا التوقيت بتاعه غريب، وده امر نفسه يعني هل الشخص في يوم واحد حيشاهد مباراه محليه وهناك نصف نهائي كاس العالم؟ على العموم الهلال حقق الانتصار ال11 على التوالي، ودي اول مره في تاريخ بطوله الدوري الممتاز، لا يوجد نادي حقق 11 انتصار منذ بدايه بطوله الدوري من الجوله الاولى للجوله ال11. كان في هلال 2007 مع ريكاردو حقق 10 انتصارات بس، هلال 2022 او موسم 2022-2023 حقق 11 انتصار مع المدرب الكونغولي فيرلاران، وانتصار كان كاسح يعني برباعيه وتسيد الملعب، والمباراه كانت رائعه. الهلال قدم واحده من اجمل المباريات التي خاضها في النسخه الحاليه لبطوله الدوري الممتاز. في رايي في نسق تصاعد في اداء فريق الهلال، الشاهد في هذه المباراه ايضا الثلاثه اهداف التي سجلها ياسر مزمل الذي نال هاتريك، هذا اللاعب الذي ما كان يعول عليه في بدايه الموسم على اعتبار نحن جبنا محترفين ومعنا حمد عبد الرحمن، خلاص ياسر مزمل ده تقعد احتياطي. هذا اللاعب الذي فرض على المدرب فلوران ان يجعله اساسيا سجل هاتريك، هو اسهم بشكل كبير في وضع الهلال في مجموعات بطوله دوري ابطال افريقيا. الهلال اشرك الحارس الشاب اسحاق، وده يمكن للمره الاولى تقريبا في النسخه الحاليه. مهاجم ميكابي اللي تصدر قائمه الهدافين حاليا برضه يواصل في تالقه بشكل كبير. عندي نقطه حقت محترفين الهلال، في حديث الان انه الهلال داري يجيب محترفين قبل مرحله المجموعات، انا اعتقد الامر ده خاطئ. المحترفين بتوع لعيبه الهلال حاليا هم ما مستوى عالي شديد، لكن بدأوا في الانسجام مع المجموعه، فلاعب محترف بمستوى جيد منسجم مع المجموعه افضل من لاعب جيد جدا
غير منسجم في المجموعه. لو واصل الهلال مع المحترفين الحاليين يمكن ان يقدم اداء جيد في بطوله المجموعات الافريقيه. طيب وفي بخصوص المحترفين، بالعاده نحن يعني كل ما يقترب يعني احنا هسه في دور المجموعات طلعت القرعه ابطال افريقيا، فده برضه ما دليل عافيه على استقطاب اي صحيح. كابتن او التجارب موجوده. اخر مرتين الهلال والمريخ عندما سمح لهم الاتحاد وتجاوز لهم السقف في عدد المحترفين من 3 إلى 5 والان الى 8 محترفين، قاموا الهلال والمريخ بانتدابات في يناير 2021 وفي يناير 2022، لم تغير شيء من واقع الهلال والمريخ الذين تزيلا مجموعتهم في بطولة دوري الأبطال، وحقق حتى الانتصار الوحيد اللي حققه الهلال والمريخ في آخر نسختين من مرحلة المجموعات كانوا على بعض. المريخ فاز على الهلال والهلال فاز على المريخ، ما في فريق سوداني فاز على فريق خارجي، فبالتالي ما المحترف الموجود حاليا ده وانسجامه في المجموعة هو الأهم. طيب نتكلم عن مباراة المريخ والأهلي باستاد الخرطوم، حتكون هي ثائر هي مباراة صعبة بالنسبة للمريخ. فريق الأهلي بيضم عناصر، الأهلي الخرطوم بيلعب كويس قدام الهلال والمريخ. الأهلي بيضم عدد كبير جدا من اللعيبة السابقين المميزين كانوا موجودين في الهلال المريخ، بقيادة النجم المخضرم والنجم الكبير وصاحب الألغام القياسية في الدوري الممتاز مهند الطاهر، والمدرب مميز صلاح نور الدين الذي يقود دفة الأهلي الخرطوم. وأنا أستغرب وجود الأهلي الخرطوم الآن في مركز وسط، يعني أنا منذ بداية بطولة الدوري كنت أتوقع أن الأهلي يكون في مركز أفضل مما هو عليه الآن. الأهلي أقصى المريخ من ربع نهائي كأس السودان ودي كانت مفاجأة كبيرة، وبعد ذلك وصل إلى النهائي وكان غريبا من اللقب وخسر أمام الهلال. طيب فريق الأهلي الخرطوم يقدم في مستويات جيدة، مباراة ستكون صعبة على المريخ، لكن المدرب ريكاردو منذ مجيئه خاض 5 مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة واحدة. مباراة كانت أمام حيدوب وأفقدته نقطتين مهمات في سباق المنافسة على اللقب مع الهلال. الخسارة أو فقدان النقاط أمام أي فريق ثاني بالنسبة لريكاردو هو بمثابة تسليم البطولة للندة التقليدي للهلال، لأنه المريخ حتى الآن في مركز رابع تقريبا، هو خاض مباراة أقل 9 نقاط، لكن لأنه الفارق بينه وبين الهلال بيجي بفقدان النقاط وليست بعددها حاليا، المريخ خسر كورة وتعادل في كورتين، فبالتالي ليست أمام المريخ خيار إلا سوى الفوز إذا ما أراد مطاردة ندة التقليدي للهلال. المريخ في المباراة الماضية أمام هلال الفاشر فاز فيه بصعوبة 2-1، استعاد خدمات لعيب أحمد حامد التش، قدم مستوى رائع، قدم الأسيست الثاني للاعب للمهاجم الكولومبي وقدم فيه عرض رائع، لكن المريخ لا تزال لديه مشكلة حقيقية في مسألة التهديف. المباراة صعبة لكن لا تحتمل أي فقدان نقاط بالنسبة للمريخ، مع وجود أنه الأهلي الخرطوم يسعى إلى كسب هكذا مباراة، يعني الأهلي من الأندية بوجود الحالين يسعى إلى كسب المباراة دائما الصعبة والبتحمل له نوع من التحدي. طيب الأخبار اللي رشحت في المنصات وأيضا في المواقع الرياضية أنه جددت من جديد أزمة بكر المدينة للمشهد الرياضي، وللأسف ده الأمر اللي رشح له يومين وما حسموا الأمر مجلس المريخ أو ما طلع ستيتمنت رسمي يتحدث عن هذه الأزمة أو يتم حسمها. وبكر المدينة أزمته جزء من الأزمة اللي بنتكلم عنها على المريخ بتاعت خط الهجوم. الغرائري كان معتمد على مهاجم واحد مع الجزولي نوح وجزولي نوح أصيب، رمضان عجب ما مهاجم صريح وبيتم الدفع به في الخط المقدمة وبقى يعني في الأهداف عدد أهدافه قل العامل السن. كمبالي بيتم الدفع به مستواه تأخر، الآن بيتم الدفع بالنيجيري موسيس أيضا مستواه تراجع، تم الدفع بالمهاجم الكولومبي اللي حسم الكورتين الأخيرتين حقت الهلال الفاشر. استبشر الجميع خير ببكري المدينة على اعتبار أنه بكري مهاجم مخضرم، وبكري ما من طينة المهاجمين بيسجلوا الأهداف، لا هو بيقدم الأهداف للمهاجمين بيصنع مهاجم محطة، لكن اللي تظهر لنا المسألة حقت المستحقات المالية، ودائما بتورينا أنه الحديث اللي بتقوله مجالس الإدارة حقت أنه لا توجد أزمات وأنه الأمور تصير بأمر جيد، أحاديث في مجملة أحاديث للاستهلاك الإعلامي فقط، وأنه هناك أزمة حقيقية بدليل أن عندك لاعب توقف وربما يسهم هذا التوقف في فقدان نقاط. نقدر جدا أستاذ الصحفي الرياضي سالم سعيد، ولكن على قدر التكهنات لمجموعة من اللقاءات في صباح الشروق ونالت حظها يعني، فتتوقع البطل حيكون منه أرجنتين ولا فرنسا؟ والله هو طبعا إذا كان ميسي في يومه
والحارس ليونيل مارتيز الأرجنتين، لكن الحظوظ أعلى لفرنسا. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة. تكاملت محطاتنا الندية الصباحية برفقتكم، ابتداء من حديثنا عن قضية الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية وامتداد لتكيف الإعلام الرقمي، مرورا بالصحافة الرياضية وقراءة في مونديال قطر 2022 والدوري المحلي. شكرا لكرم المتابعة، تحياتي وفريق العمل في رعاية الرحيم.